لارا العميدي ذات 16 عاما بطلة محلية ودولية في السباحة والحائزة على 7 ميداليات في بطولة دبي الدولية الأخيرة من أصل 10 مسابقات شاركت خلالها تمرينها لوحدها وبجهود ذاتية ودعم مادي ومعنوي يقدمه لها والدها فقط. في آخر 3 سنوات بدأت أشارك بطولات خارجية في دبي. أول بطولة شاركتها في دبي بتنظيم سبيدو حصلت على ميداليتين في الفراشة وفي سباحة الحرة، والحمد لله بدأت أشارك في البطولات بعدها. وفي السنة الماضية شاركت في بطولة وحصلت على 8 ميداليات. في هذه السنة شاركت في بطولة دبي الدولية وحصلت على 7 ميداليات، وهذه الميداليات اللي حصلت عليهم. أكثر من 20 بطولة محلية ودولية سجلت مشاركة البطلة العراقية لارا، والتي سطرت في كل بطولة أرقاما مميزة، وكل هذه المشاركات كانت بدعم خاص وعلى نفقة شخصية، حتى أنها لم تنل على أقل تقدير تكريما من الاتحاد على حد وصفها. كل البطولات الخارجية اللي شاركت بها كانت على حسابنا الخاص، ماكو أي دعم من الاتحاد. أكثر من شخص تواصل مع رئيس الاتحاد وماكو أي نتيجة، بس إحنا دبرنا الدعم المادي، بس ماكو أيضا دعم معنوي. حتى بعد ما خلصت بطولة آخر بطولة ماكو أي استقبال حتى بالمطار. تلقت لارا خلال مسيرتها عروضا من أندية ومسابقات أوروبية مميزة، لكنها لم تنل دعما ماديا كافيا يؤهلها للمشاركة وتمثيل العراق في هكذا محافل عالمية. العام وصلتني دعوة للمشاركة في بطولة لندن، وسمحوا لي أن أشارك بسباقين فقط، وهاي البطولة ما قدرون يشاركون بها العرب لأن بطولة قوية جدا. ما قدرت أشارك بها لأن ما كان عندي دعم، وناشدنا ونشرنا كثير عن الموضوع بس ما وصلني أي دعم. وأيضا وصلتني دعوة من نادي سبيدو للمشاركة في أحد البطولات وهو نادي فرنسي، وهاي أيضا ما قدرت أشارك فيه. أنت وجهتي طلب الاتحاد؟ أيوة، وصلت الطلب للاتحاد للجهات المعنية وما صار أي دعم. كغيرها من المواهب التي لو دعمت بشكل كاف لرفعت اسم العراق عاليا، ولتمكنت من الفوز بميداليات أكبر، ولحققت إنجازا يضاف إلى قائمة الرياضة العراقية سيما في بطولات السباحة. من العاصمة بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.